التغطية أعزائي المشاهدين هنا عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب في بطولة الصميدات العاشرة. في هذه الأثناء نستضيف الأستاذ عبد الله حسن الشهير بأبو ماهر المحرر في صحيفة الرياض السعودية. أهلا وسهلا بك. حياك الله وتشرف فيكم قناة خالد بازيدان، القناة حقيقة الرائعة اللي شاهدناها في سماء بطولات مدينة جدة ومكة. حياك الله أستاذي. اليوم الافتتاحي للبطولة، كيف تقرأ الأجواء قبل البطولة والتحضيرات لهذه البطولة؟ والله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، نحن شايفين ما شاء الله تبارك الله تجهيزات الشباب هنا، أبو بكر الحمادي والأستاذ النجراني وطبعا المعلقة ربشاوي ما شاء الله تبارك الله، شايفه من هنا بدري يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الملعب حضور العمدة حق الحي يعني كان له دور كبير يعني، وما شاء الله تبارك الله يعني الملعب متوسط الحي وشايفين يعني جماهير ما شاء الله تبارك الله. أستاذي بحكم أنك محرر صحفي، هل ترى بأن الصحف والجرائد يعني تعطي دواري الحواري والأحياء مساحة لها وتعطيها تغطية إعلامية وتساهم في إبراز المواهب إن كانت مواهب إعلامية أو مواهب حتى لاعبين أو مدربين أو حتى إداريين، كيف ترى تناول من الصحف مع البطولات الحواري؟ والله أكيد بطولات الحواري طبعا هي البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب وهي الانطلاقة الأولى لجميع أندية العالم. طبعا الواحد من يوم ما تولد أكيد أنه بينزل على شارع، ما حينزل لك على نادي مستحيل، والحمد لله الصحف الرياضة السعودية النادي وغيره يعني الحمد لله والله هم محددين صفحات خاصة للحواري وأخبار الحواري وحوارات مع أبرز المنظمين واللاعبين والمعلقين والحكام، يعني الحمد لله احنا المشاهدين احنا ما شاء الله دوري زين مصغر في الحواري ما شاء الله تبارك الله، جدة عاد مليئة بالمناشط الرياضية. يعني كم مقال كتبت عن بطولات الحواري وكم يعني حرف يعني جف من حبرك على هذه البطولة؟ والله الحمد لله الجميع يعني أنا ما أمدح نفسي، الحمد لله أنا واقف معاهم وحوقف معاهم إن شاء الله وما حقصر معاهم الحمد لله، كل عدد بتلاقي عندي خبرين ثلاثة في كل، نحن طبعا في الرياضة السعودية عندنا يومين في الأسبوع مخصصين الحواري اللي هو يوم الأحد والربوع، طبعا الحمد لله الصفحة بتكون مليان وفي أخبار، نعتذر على الناس لأنها ما نزلت لهم من ضغط الأخبار، والله يوفق الجميع ان شاء الله. يعني سمعنا انه ما شاء الله انك يعني مره يعني مو شاكس ومشاغب في البلاك بيري بيسيات وذوق وطقطقه وكل شيء، يعني حتى يعني نشاهد لك يعني مشاهده كبيره عبر البلاك بيري، ضيفنا عندك؟ اكيد حضيفك اتشرف فيك، انا كلمتهم قلت لهم اتحملوني عاد، انا انسان يعني زي ما تقول مهتم باخبار رياضه الحواري، اللي بيحب يصبر يصبر، اللي ما بيحب يصبر يحذفني انا ما عندي مشكله، بس اهم شيء اخبار الحواري دي يوميا انا راح انزل فيها في البلاك بيري، ومو في البلاك بيري بس برضو في مواقع التواصل الاجتماعي، عندك تويتر والفيسبوك انا عندي صفحه خاصه فيها في الحواري. يعني حتكون تغطيه خاصه منك لهذه البطوله ان شاء الله باذن الله نتشرف، واي بطوله سواء كانت في جده او مكه نحن نتشرف اننا نكون مغطين فيها، وشرف كبير اننا نغطي بطولات الحواري. شاكرين لك ظهورك معنا عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية ونتمنى لك التوفيق والنجاح دائم. الله يعطيكم العافية. طبعا قناة خالد بازيدان شهادتي فيها مجروحة ما شاء الله تبارك الله، مكة وجدة يعني أتمنى لهم التوفيق وأنهم يستمروا ولا يقطعونا إن شاء الله بأخبارهم إن شاء الله. شكرا. العفو.